البربره، البربره ما عرب عرب قدم Ma i وقت berberi, io devo dire sinceramente, da tutti quei libri che ho letto sui berberi, sulla cultura berbera. في فمي يحكي يقول لك في رواية جاوا من اليمن، وفي رواية أخرى قال لك جاوا من فلسطين حتى من شمال أفريقيا، معناها البعض منها مخش معناها في تونس، البعض منها مخش في ليبيا. اللي خشوا في تونس سمعوه فريقش، Cultura والآخرين توزعوا في berbera, ليبيا mi معناها، sembra ويتكلموا una cosa لغات chiara, عربية sono قديمة ميتة. italiani, vengono dal paese, dal come بربر، sono, ما هم البربر معناها. dalla cultura Vous me berbera, demandez d'où viennent les dalla berbères. Mais les cultura berbères d'où ils viennent, linguistica. c'est très simple. Les berbères Tutti gli sont eux aussi des specialisti, Français. tutti Les berbères. etnologhi Les berbères, mais sono c'est une arrivati a race quella européenne. conclusione. إلى متى Allora تظل رواية تاريخنا حكرا على غيرنا؟ è vero che alcuni di loro sono andati di là, di qua, di là, li ritrovi in alcuni posti del mondo, però أزل. tutti i berberi هذا sono حسن italiani. بوفوس معكم من قسم تولت الإعلامي. أفغان أو الإنسان بالأمازيغية، هكذا ارتأينا أن نبدأ بحثنا في الأنثروبولوجيا الليبية وتطوراتها التاريخية. في هذه الحلقة سوف نحاول أن ننبش في التاريخ بحثا في أصل الإنسان الليبي الممتد في القدم والبيئة المحيطة به، وسوف نتبع جمعا من الأساتذة المختصين في هذا المجال، ونتساءل معا عن كنهة الإنسان الذي عاش على ظهر أرضنا الحبيبة ليبيا عبر العصور والأجيال، وسوف نتقفى آثاره ونتبع خطاه ونروي حكايته. فهذه هي قصته، لا بل هذه هي قصتنا. Africa is the place where people first stood up in bipedal locomotion. كورتس ماريان من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية. Africa is the place where people first stood up in bipedal locomotion. Africa is the place where there was the first إفريقيا increase in هي human المكان الذي strength. وقف فيه الإنسان Africa على is the place قدمين، where modern humans وفيها بدأ المشي الثنائي بدل المشي الرباعي. إفريقيا هي المكان الذي بدأ فيه حجم الدماغ في الازدياد. إفريقيا هي المكان الذي تمت فيه التحولات الجسمانية للإنسان. هذه الأدلة مجتمعة تثبت أن إفريقيا هي المكان الذي فيه بدأ الإنسان الحديث أو الكامن النضوج في الظهور. بما أن إفريقيا هي المكان الذي بدأت فيه البشرية في وعيها الأول، فسوف نخصص هذا البحث في دراسة الإنسان العاقل العاقل، أو ما يسميه العلماء هومو سابينس سابينس. هذا يعني أننا سوف نستثني من بحثنا ما يصطلح عليه العلماء بالأسترالوبيتيكوس أو الإنسان القرد، وسوف نستثني كذلك الإنسان المنتصب القامة أو الأومو إريكتوس، بمعنى أننا سوف نبدأ بآخر اكتشاف أركيولوجي أحرزه العلماء في مجال الإنسان العاقل العاقل، أي أننا سوف نبدأ بالتأريخ من 160,000 سنة مضت، لا كما كان سائدا في التاريخ للإنسان العاقل العاقل ب100,000 سنة فقط. العالم الأركيولوجي والأنثروبولوجي، تيم وايت من جامعة كاليفورنيا بيركلي. Look at human evolution across a very broad span of time. We have discoveries now in this particular Middle Awash study area. إذا نظرنا إلى تطور البشرية، نجده حصل خلال فترة طويلة من النشوء والارتقاء، ولدينا الآن من اكتشافات في وسط منطقة آواش في إثيوبيا ترجع إلى 160,000 سنة. يأخذنا هذا الاكتشاف إلى فترة من إفريقيا ما قبل التاريخ كانت مجهولة تماما بالنسبة لنا، ويقدم هذا الاكتشاف حلا لعقدة مفقودة من سلسلة التطور البشري. وبما أن هذا الإنسان المكتشف يشارك في المزايا والصفات التي يتميز بها الإنسان العاقل العاقل، قررنا أن نضعه في سلسلة هذا الأخير، وأطلقنا عليه اسم إيدالتو، والتي تعني في لغة الآفار أي السكان المحليين لأثيوبيا الأجداد.
لقد تم هذا الاكتشاف بتاريخ الرابع عشر من يونيو سنة 2003. لقد خرج الإنسان من إفريقيا، وابتداء من إفريقيا سوف نؤرخ كما أشرنا ابتداء من 160 ألف سنة فقط من عمر البشرية، ثم نقترب شيئا فشيئا حتى نتحدث عن ما يخص الإنسان الليبي وحده. فمما لا يخفى على أكثر المستمعين أنه كلما توغلنا في القدم تتوحد البشرية، فالأصناف البشرية والتقسيمات العرقية لم تأتي إلا بعد ذلك بكثير. أستاذ البايوانثروبولوجي يول راك. الإنسانية اليوم متواجدة في كل أرجاء العالم. لقد خرجوا من إفريقيا متوجهين إلى الشرق الأوسط، ومن هناك انتشروا في كل أنحاء المعمورة. بما أن العلماء مجمعون على كون البشرية ابتدأت من إفريقيا وبالتحديد في مقاطعة الآفار في إثيوبيا، فنتساءل متى وصل هذا الإنسان إلى الشمال الإفريقي قبل أن يتجه للشرق الأوسط؟ عن هذا يجب أن نقارن بين كل البحوث الجارية في إفريقيا الشمالية المتمثلة في المغرب الأقصى والجزائر وتونس وليبيا، ونقارن بين التاريخ المحدد لكل هذه المكتشفات، فنجد أن أقدم تواجد إنساني في ليبيا، ومن هنا فصاعدا فكل ما نسميه وجود إنساني نقصد به الإنسان العاقل العاقل، يرجع فقط من 40 إلى 45 ألف سنة، وفي الجزائر نجده لا يتجاوز هذه الفترة كما هو الحال في المغرب الأقصى. لنتأكد من صحة معلوماتنا قررنا أن نتتبع خطى علماء الأنثروبولوجيا في ليبيا، ومن أهمهم الدكتور والعالم الأنثروبولوجي تشارلز ماكبيرني الذي قضى زهاء العامين في ليبيا ما بين سنتي 1951 و1952 بحثا وتنقيبا في تاريخنا القديم أو ما قبل التاريخ الليبي لنتبع خطاه. نتجه شرقا إلى كهف هو الفتيح على بعد بضع كيلومترات من مدينة بنغازي. هذا الكهف الذي قضى فيه العالم الأركيولوجي تشارلز ماكبيرني زهاء العامين يبحث فيه عن بقايا الإنسان القديم. ومن باب الأمانة العلمية نود أن نبين أن آخر دراسة أجريت على كهف هو الفتيح كانت من قبل الدكتور بيتر هيسكوك من الجامعة الوطنية بأستراليا عام 1996. من الباب مرتفع نسبيا حيث ان واحد هذا الكهف يفوق ارتفاع 20 متر، والمساحه الارضيه بتاعها حوالي 40 الى 58 متر. يتكون حوالي من يعني الحجر الجيري او ما يسمى بالانجليزيه باللايمستون. نشوفوا اثار الحفر والنبش اللي داره الدكتور ماكبرني. والحقيقة لم يبقى من الاكتشافات التي أحرزها السيد ماكبيرني سوى التراب والحفر هذه العميقة اللي خلاها أقل حفرة تقريبا 12 متر. فهذا كل ما بقي من مخلفاته، وأخذ معه كل شيء إلى جامعة كامبريدج في بريطانيا. فأظن أحسن خطوة نديروها توا أن احنا نمشي لجامعة كامبريدج ونلقي نظرة على الاكتشافات اللي دارها الأستاذ ماكبيرني، يعني بعد ما دروها كلاسيفيكيشن وحطوها في علب وإلى آخره. Thank you.
The lights on is for immediate loading and unloading of passengers only. No parking. تجمع الأبحاث التي بين أيدينا أن ما اكتشفه السيد ماكبرني في كل طبقة من الطبقات التي عثر عليها في هذا الكهف ما بين 500 إلى 600 مخلف حجري أو عظمي، وتجمع كلها على أن هذه المخلفات محفوظة في مخزن بمتحف جامعة كامبريدج. مخزن جامعة كامبريدج. نلقي فيه نظرة حيث نجد كل هذه المخلفات الأثرية موضوعة في علب من صفيح مرتبة ومصنفة على حسب الطبقات التي وجدت فيها، ومن ثم تم إعطاء كل قطعة منها رقمها الخاص، وثم مؤخرا في معمل المتحف إعادة تصنيفها وترقيمها وتصويرها في الحاسوب. نجد من ضمن المحفوظات أقدم آلة عزف في العالم بما يشبه الناي أو الصفارة، حيث تجمع الأبحاث الما قبل تاريخية أنها أقدم آلة عزف عثر عليها في العالم، والتي وجدت في هوال فتايح، وهي عبارة عن عظم طير يرجع تأريخها ما بين 70 إلى 80 ألف سنة. تم صنعها في مرحلة وهي مرحلة الحضارة العاطرية، ومن ضمن ما وجدنا بقايا حافرة تدل على أن أجدادنا امتهنوا مهنة الصيد البحري في مرحلة مبكرة. هو الفتايح ليس المكان الوحيد الذي اكتشفت فيه مخلفات الإنسان القديم، فهناك جنوب بران ونواحيها ومرزق وتلال الخمس وغريان وفزان وفي حكفة الطير قرب بنغازي وجبال تبستي والعوينات وبير دوفان ووادي مردومة وتوكرة ووادي غان ووادي درنة وحقفة الضباع وعين مارة وحقفة الطير وأخيرا وليس آخرا تدرت أكاكوس. هنا قررنا أن نتجه جنوبا أو بالأحرى في الجنوب الغربي على الحدود الليبية الجزائرية في اتجاه سلسلة تسيلي نازجر. نعبر الصحراء ليبيا الشديدة الحرارة مرورا بأسيف تنزروف بموازاة أسيف الإيسي حتى نصل تينالكو، حيث نشاهد وعن بعد سلسلة غير متقطعة من الجبال الرمادية اللون الغنية بالرؤوس والأودية. هذه السلسلة على وجه التحديد تسمى تادرارت أكاكوس. تادرارت هي تصغير لآدرار التي تعني الجبل باللغة الأمازيغية. لمن لا يعرف هذه السلسلة من الجبال، قد تكونت هذه الجبال في زمن الحياة القديمة التي دام أكثر من 3000 مليون سنة وشهد بداية الحياة. هذا الزمن الذي شهد تكون صخور غرب فزان ومعظم مرتفعات تسيلي والأحواض الممتدة إلى الشرق منه مباشرة. أما التكوينات الدينوتية فأهم مناطقها جبال أكاكوس في فزان والحافة الجنوبية لأحمادة الحمراء والحافة الغربية لأحمادة مرزق. الحقيقة لم يجد العلماء نماذج للإنسان العاقل العاقل في الصحراء، ولكن كانت كل الشواهد تدل عليه. فهذه الرسوم، النقوش، بقايا العظمية، الأحفورات، بقايا الأسلحة والأدوات اللي استخدمها الإنسان القديم كلها تدل على وجوده. ويعيز العلماء إلى أسباب كثيرة ليس هذا مجالها في عدم وجود أو عدم لقياهم لبقايا الإنسان نفسه وليس أدواته. فالذي يهمنا هنا هو متى وجد الإنسان في هذه المنطقة، يعني منطقة ليبيا عموما من
كما جئنا الآن من مناطق الشرق في هوالف تاياه وأتينا إلى الجنوب في تادرة أكاكوس، سوف نصعد إلى جبل قام نفوسا الباحثان ونوحد. التشيكيان إيفان مرزاغوا تيريس بودبودا من المؤسسة التشيكوسلوفاكية للأركيولوجيا بدراسة ميدانية في جبل نفوسا، وكان لموقع نالوت أهمية خاصة بالنسبة لهما لتواجد الأدوات البشرية المصنوعة من الحجارة، ولكن عدم تواجد الرماح والحجارة ذات الوجهين دلتهما مباشرة على أن الحضارة التي عمرت هذه المنطقة هي بصورة حتمية تنسب إلى الحضارة القفصية في المنطقة، خصوصا أن سفوح الجبل لم تبعد كثيرا عن منطقة قفصة التي تنسب هذه الحضارة لها. الحقيقة هناك بحوث كثيرة أجريت في جبل نفوسا ونواحيه، هناك بحوث مختصة مثلا بنواحي غريان، وهناك بجندوبة على ما أظن، ولكن آخر رحلة أجريت في جبل نفوسا كانت سنة 1989 وانتهت 1990، وهي دراسة حقلية قامت بها باربرا إيباريتشي من يونيفرسيتا دي روم، وكانت في نواحي جادو وفي مناطق مختلفة حقيقة في جبل نافوسا. ولمن يريد أن يطلع على هذه الدراسة ما قبل التاريخية فليراجع أرشيف مؤسسة التوا الثقافية، فقد نقلناه كاملا هناك. ولكن كما ذكرت هناك دراسات كثيرة في نواحي ترهونة ونحي وادي غان ونواحي جندوبة وفي غريان نفسها، بل في غريان حقيقة سوف نخصص بحث في الدراسة الجغرافية لجبل نفوسا، وستتضمن حقيقة بعض المعلومات عن بعض الديناصورات، بقايا بعض الديناصورات التي وجدت في جبل نفوسا، ولكن هذه سوف تكون بعد هذه السلسلة من الدراسات. لا يمكننا في مثل هذه العجالة تغطية كل المناطق الليبية، ولكن الشاهد من هذه الجولة هو تواجد الإنسان على أرض ليبيا منذ أقدم العصور والأزمان، وسوف نستمع في الحلقات القادمة كيف أن هذا الإنسان هو الذي ولد الإنسان الأمازيغي الذي نعرفه اليوم، وأن تواجد الأمازيغ في شمال إفريقيا هو قديم قدم التاريخ نفسه، ولم يكن نتيجة هجرات متأخرة إلى هذه الأرض كما يزعم بعض المؤرخين، بل إن نشأتهم وترعرعهم على تربة ليبيا كان منذ مئات الآلاف من السنين. وسوف نتبع معا خطى القبائل الليبية حسب ورودها عند المؤرخين القدامى وتحليلات المؤرخين والباحثين الأركيولوجيين والبايلو أنثروبولوجيين المعاصرين. كنتم مع أفغان الإنسان باللغة الأمازيغية، إعداد محمد أمادي، قراءة النص حسن بوفوس، إنتاج مؤسسة تولت الثقافية بالتعاون مع شركة فوز فيزيون للإنتاج السمعي البصري. شكر خاص للأكاديمية الملكية البريطانية على إتاحتها الفرصة لمؤسسة تاولت للاستفادة من كل بحوثها الأركيولوجية في ليبيا، وشكر خاص للسيد نيك بروكس لعنايته الخاصة وتسهيله لنا للبحث في حضارة جرمة الأمازيغية، وله هذه الرسالة عبر مؤسسة تاولت الثقافية للشعب الليبي عامة والحكومة الليبية خاصة في الحفاظ على الآثار والمكتشفات في There is ليبيا. certainly an issue with archaeological conservation and preservation in Libya. There's a lot of material, a lot of rock paintings, for example, a lot of old stone tools, burial sites, particularly in the southern regions of the desert. And a lot of these are quite susceptible to damage from tourism, for example, also from development. And while there is some effort to create national parks and to attempt to conserve these,
there is still an issue about damage, particularly from oil work, actually. A lot of oil exploration is certainly threatening some of the most important sites. One example is the Wadi Matandush up on the plateau of the Messak Setefet in the Fezzan region. And here we have some of the most spectacular rock carvings in the Sahara. But a lot of these are now exhibiting large cracks. And it appears that in many cases, this has been due to the creation of seismic lines where people have been doing oil exploration. And the vibrations from doing the seismic soundings has actually reverberated through the rocks and caused a lot of them to become a bit more unstable. So material that's been there for thousands of years may actually only last a few more decades before it crumbles into the wadi. Other issues are concerned with tourism and people collecting surface artifacts. In the sand sea, such as the Ubari sand sea, you could find hundreds and hundreds of stone tools such as hand axes, for example, which date back hundreds of thousands of years. And they're very easy to find and to pick up. And it's very tempting for a tourist to take a little souvenir home. What does one stone tool matter? I can just take that home as a souvenir. But of course, if you have thousands and thousands of people doing that, then very soon you can sterilize the environment of the archaeological record. This isn't such a problem in Libya as it is in neighboring Algeria, where there's actually been also a lot of professional looting with people collecting these and then selling them on the internet. But it's beginning to look like it isn't a cause for concern in Libya itself as well. In the Wadi al-Ajjal, the heartland of the Garamantian peoples who appear to be related to the modern-day Berbers, there are lots of burial sites, lots of cemeteries containing tens of thousands of tombs. And development in this region has actually destroyed some of these tombs. And this, again, a cause of concern here that the actual rocks are being recycled and used for building materials. Again, this isn't necessarily a widespread problem at the moment, but we can see in certain key sites that this has happened. And so this is also something that I think the authorities are attempting to address, but again, an area of concern.